متابعة لهذا الموضوع معنا من الرباط عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس. مساء الخير أستاذ وردي معنا. مساء النور أخي الكريم وشكرا على الاستضافة. بداية، جلالة الملك محمد السادس يؤكد خلال القمة على أن تظل القضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. كيف يمكن للقمة أن تجد يعني صيغا لتوافق عربي ودولي حول هذه القضية؟ أولا أخي الكريم، فالدور المغربي في الدفاع عن حق الفلسطينيين والفلسطينيات من أجل إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي مسألة لا مناص عنها. وجلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيسا للجنة القدس وكذلك الدراع التنفيذي لبيت مال القدس فيها إشارة قوية على أن المملكة المغربية لم تتخلى ولن تتخلى عن الفلسطينيين والفلسطينيات. نقطة أخرى، وجود المغرب في هذه القمة وكذلك إعطاء مجموعة من التوجهات الكبرى التي يجب علينا أن نلتئم حولها كعرب وكذلك كمسلمين من أجل صون هيبة القيمة التي المضافة التي تمثلها المؤسسات الداعمة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 فيها إشارة قوية على أننا أمام رهانات كبرى يجب أن نوحد فيها كل العرى بعيدا عن المناوشات وبعيدا عن المزايدات الضيقة التي لن تخدم لا الفلسطينيين ولا العرب في شيء. مسألة أخرى تتعلق بمسألة حشد الدعم العربي من أجل فرملة جماح إسرائيل، لأن هذه الأعمال الانتقامية كما جاء في الرسالة الملكية السامية فإشارة قوية على امتعاض جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الراعي الأول للفلسطينيين والفلسطينيات على مجموعة من المنحي من دون بطبيعة الحال مزايدة. مسألة أخرى تتعلق بضرورة تدوير عجلة البنية العربية، سواء تعلق الأمر بجامعة الدول العربية وغيرها من الاتحادات العربية، كانت اتحادا إفريقيا أو اتحاد المغرب العربي الذي ذكره بالاسم في هذه الرسالة الملكية السامية، على أن الاندماج هو أساس هذه المرحلة من أجل توجيه مجموعة من الرسائل لمن يهم الأمر على أن العالم العربي ليس بمستعمرة وإنما العالم العربي يجب أن يكون شريكا موثوقا فيه وعلى أن العالم العربي له مقاومة. إذا كل هذه التوجهات الكبرى تؤكد وبالملموس على خارطة الطريق وضع من خلالها جلالة الملك أشقائه وإخوانه من الملوك وأمراء وكذلك رؤساء الدول العربية الشقيقة على انخراط المغرب اللامشروط إلى جانبهم في إطار بسط توليفة عنوانها الوحدة العربية وعنوانها كذلك الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعلى أساس الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية للقدس الشريف وكذلك الاحتفاظ بعاصمة دولة فلسطين على حدود 67 وكذلك في إطار كذلك حل الدولتين. أيضا في يعني الرسالة الملكية لقمة البحرين يعني أعرب جلالة الملك عن يعني أسفه لعدم قيام اتحاد مغاربي أو قيامه بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغربية. سؤال أمانة لي يعني لهذا الاتحاد أن يتحرك وينتج ما هو مرجو منه من تنمية وإقلاع اقتصادي واجتماعي كذلك. أقرن هذه الفكرة بضرورة إنصافية الأجيال، لأن حتى الجيل العربي وكذلك الشباب العربي ذكر في هذه الرسالة، وبالتالي فإنصافا للأجيال يجب علينا أن نتجاوز تلك الرؤية الضيقة التي تحاول خلالها بعض الدول مع الأسف وأخص بالذكر الجزائر أن تقوض هذه البنية الاقتصادية المشتركة الاستراتيجية التي ما فاتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعبر عن سياسة اليد الممدودة. بالتالي فاليد الممدودة الآن هي أمام مرأة وجميع الدول العربية وكذلك الإسلامية في هذه القمة بالذات، وعلى أن كذلك لا شيء يمنع من قيام دولي أو من إحياء دوري وتنشيط دوري اتحاد المغرب العربي الذي فرملت جماحه منذ 94 و900 بعد الألف من أجل بناء مجموعة من القوى الإقليمية الكفيلة بخرق الرخاء وكذلك الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ومجابهة مجموعة من الصعاب وعلى رأسها الإرهاب والجريمة عبر الحدود ومحاربة الحركات المتطرفة والميليشيات وكذلك التصدي لمن يدعم الإرهاب وكذلك التطرف. بالتالي فعلينا أن نعي على أن حساسية المرحلة كما ذكر بذلك التوجه الملكي السامي غير مرة على أننا يجب أن نتجاوز ما بطبيعة الحال أمامنا من صعاب
بقوة مشتركة والتي لن تقوم لها مقام قائمة على أساس اتحاد المغرب العربي إلا بالدول الخمس ولا شيء غير الدول الخمس. أشكرك جزيلا الشكر عباس وردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس على هذه المشاركة معنا.